بونجور اتوس اي بيان دا نوفيل فيديو. معكم صفيه الكمير في فيديو جديد. بالنسبه لهذا الفيديو كان تحت طلب ديالكم بعد ما واحد الطالب قال لي بلي انه واش كيحطوا لنا يعني الميكروسكوب فوتونيك والميكروسكوب الكترونيك في لي زيكزام، فحاولت نحط لكم هاد التيت دي يعني باش كما كتشوفوا التيت دي الثاني يعني باش تستافدوا منه. الا مثلا حطوا لكم يعني الميكروسكوب يعني الا حطوهم لكم عباره عن كيو سي ام بحال هكا، فحاولوا تستافدوا منه ونشوفوا يعني بزاف الحوايج على الميكروسكوب فوتونيك، ميكروسكوب الكترونيك، ميكروسكوب دو بالاياج. المهم غنحاولوا نشوفهم كاملين. كما كتشوفوا عندنا هنا اول حاجه اللي هو لا ميكروسكوبي فوتونيك اي. قال لك هنا بعد السؤال شنو هو السؤال، قال لك هنا كوشي لا او لي بروبوزيسيون جوست، يعني غتكوشي لينا يعني لي بروبوزيسيون وحده اللي صحيحه ولا لي اللي تشوفوا في لي زيكزام. مثلا الا كنتي غادي تقمر، المهم نوريكم كاع داكشي الحلول اللي غادي تلقاو. الا كنتي غادي تقمر وشفتي غير كوشي لا لا ريبونس جوست ولا لا بروبوزي كوشي لا بروبوزيسيون جوست، يعني راه غدير غير وحده. يعني مثلا في السؤال قال لك لا ميكروسكوب فوتونيك، ماشي تمشي دير حتى جوج ولا ثلاثه، راه غدير غير وحده. الا قال لك كوشي لا اولي يعني راه غتكوشي، يعني الا كانت تقدر تكون غير وحده يقدر يكونوا بزاف، يعني المهم هذيك كتوضيح. كما كتشوفوا قال لك هنا لو ميكروسكوب فوتونيك اي، فبطبيعه الحال الميكروسكوب فوتونيك فمعروف انه سينونيم دو ميكروسكوب اوبتيك، هذه معروفه يعني اللي شفتوا في البي دي اف ديالكم ولا شي حاجه راه غتلقاوها. وكذلك فهو بيرمي دوبسيرفي دي سيلول، يعني كنشوفوا بيو لي سيلول. وكذلك نيسيسيت دو لا لوميير بور توت لوبسيرفاسيون، يعني فالثلاثه هما اللي صحاح. وبالنسبه للسؤال الثاني الدراري هو كيما كتشوف كونسيرنون لي ديفيرونت ميكروسكوب اوبتيك كيل سون لي بروبوزيسيون اكزاكت، شنو هما يعني لي بروبوزيسيون لي اكزاكت. كيما كتشوفوا عندنا السي اي دي، بالنسبه للسي عندنا لو ميكروسكوب افوند نوار بيرمي دو فوار دي زيليمون تروب ترونسبارون، وعندنا كذلك دي اللي هي كما كتشوفوا فيها عندنا لا فلوريسونس كونسيست ا ايميتر دو لا لوميير دون ان سبيكتر ايون اون لونغور دون ديفيرون دو لا لوميير اوريجينال. وبالنسبه للسؤال الثالث الدراري شنو قال لك هنا، قال لك دون اون ميثود دو لا بروكرياسيون ميديكالمون اسيستي ميكرو انجيكسيون intra cytoplasmique des spermatozoïdes est pratiqué dans l'ovocyte qui mesure 100 microns. Quel microscope fut utilisé pour cette opération, يعني شنو هو اشمن ميكروسكوب هذا. انا ما غنوريكمش الكوريج، يعني حاولوا تعرفوا اشمن ميكروسكوب اللي كنشوفوا 100 ميكرو. كما كتشوفوا هذا هو الميكروسكوب، اشمن واش الميكروسكوب الكترونيك ولا فوتونيك، فهذا بطبيعه الحال هو الميكروسكوب يعني فوتونيك. وبالنسبه للكيستيون 4 الدراري كما كتشوفوا لا ميكروسكوب الكترونيك، يعني هادو فمثلا الا سولوك شنو هو الميكروسكوب الكترونيك راه تحاول تعطي غير لا ديفينيسيون ولا تعطي غير هاد الجمل، راه صافي انت عندك يعني عندك لا نوت. بالنسبه للميكروسكوب الكترونيك فهو بيرمي دوبتونيغ ان بلو فورت غروسيسمون كو سولوي دو ميكروسكوب فوتونيك، وكذلك بيرمي دوبسيرفي دي اغريغات بروتييك. وبالنسبه كذلك للكيستيون 5 على ميكروسكوب الكترونيك فهو كما كتشوفوا بيرمي اون بوفوار سيباراتور بارابور على ميكروسكوب اوبتيك، وكذلك سي صحيحه دي صحيحه اي او صحيحه. المهم ندوزو للكيستيون من بعد. بالنسبه للكيستيون 7 هذه فايته محطوطه في واحد لي زيكزام، عطاوهم بحال هذا الشكل وقال لهم يعني هذا الشيء. قال لك ليماج ا دغوات ريبريزونت اون اوبسيرفاسيون او، هاد ليماج لي او دغوات شنو كتبين لينا، شمن اوبسيرفاسيون شنو اللي يمكن نشوفو فيها بحال هكا، واش ميكروسكوب فوتونيك ميكروسكوب الكترونيك، فهي بطبيعه الحال هي ا ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون كيما كتشوفوها هي. وهنا كذلك قال لك دو ايزوتوب اون لا ميم بروبريتي، واش فيزيك ولا شيميكو فيزيك ولا شيميك، بطبيعه الحال هي شيميك. شنو هما يعني ايزوتوب؟ ايزوتوب كيكون من هو النظير، مثلا كيكون عندهم لا ميم، يعني كما كتعرفوا كيكون عندهم لا ميم داك يعني كيكون عندهم نفس عدد الذري زيد وكيكون مختلفين في يعني في داك في العدد ا عدد الانويه،
داكشي اللي كاين علاش كنسميو ايزوتوب. وهنا كما كتشوفوا دون لو تكنيك دو بيولس شاس، هادي ديجا درتهم لكم في هذاك فدوك الاسئله ديال البيولوجي، ما تنساوش تشوفوهم. كما كتشوفوا عندنا ا هي الصحيحه، اي دي اي او فهما لي صحاح. وكذلك بالنسبه للكولتور سيلولار، لي كولتور بريمير سون ايسو دو بيو بيوبسي دو تيسو، وكذلك لي كولتور سيكوندير سوبتونير ابري ان ريبيكاج روبيكاج. بالنسبه لهاد لي كولتور سيلولير واتشي، المهم راه غنحاول نحط لكم عليهم كاع لي كيسيون اللي كيتحطوا بزاف، كاين عندي كذلك واحد تيدي. وكذلك بالنسبه للكيسيون او لي الاقتراح او حتى هو صحيح، لي سيلول سان اون كولتور دوافون اديري ان سيبو ا ان سيبو. بالنسبه للكيسيون 14 فحتى هي على لا كونسيرنون دو لا كولتور سيلولير، فلي فغي هما بي اي دي. فغنوريكم واحد الطابلو اللي هو طابلو مهم، فهذا هو الطابلو خصكم تعرفوه. فهذا هو الطابلو كما كتشوفوا كبريسيزي لا او لي ميثود ا اوتيليزي بور ايتيدي لي ستركتور اي لو فونكسيون سويفون، يعني الدراسه ديال شي عضي معين وكيفاش الميثود كيفاش كنقادو. يعني كما كتشوفوا لا فورم دو دان سيلول كيفاش كنديروا ليها في الميثود، لا فورم دو لا ميتوكوندري، لا ستركتور دو نويو الى غير ذلك. المهم الطابلو حاولوا تحفظوه ولا تكتبوه عندكم. وكانت هذه هي نهايه هاد لي دي اللي حطيت لكم. نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله، ومع فيديو جديد في شي حاجه في الشيمي ولا جيولوجي ولا الماس بطبيعه الحال.